السلام عليكم. السلام عليكم. شنو صوبي لينا؟ ان شاء الله نصوب هذا النهار خمره بلديه ان شاء الله، لان ديما تنبغي نصوبها لكم. يلا جات الوجيبه ان شاء الله. ايه ان شاء الله. شنو كديري فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دابا تنديرها بعده طرق، وهذه الطريقه هي كتنجح 100%. دابا اللي انا ديما تنستمر بها هذه الطريقه ما كنبدلهاش. ان شاء الله ورينا الطرق وحدين ان شاء الله. هي في الحلقات الاخرى ومن بداو بهذه اللي كنصوبو ديما. هذه الطحين، هذا الطحين كامل كامل فيه النخال، النخاله رقيقه حيت غير الغليظه، خليت له النخاله ديك الرقيقه. يعني الطحين ديال الزرع، الطحين ديال الزرع ضروري، ديال الطحين ديال الزرع ولا ديال الشعير. فهمتي؟ مثلا نخدموش الشعير بزاف في الدار، دابا غادي هذا كاين عند اي واحد، حتى كيتباع راه كيتباع. عندي هنايا كنا عندنا 300 غرام ديال الطحين. 300 غرام لا انا كنصوبو على يدي وكيتباع كامل، يعني الشيء يكون طري. عندي هنايا كاس اللبن، ها هو الكاس اللبن، لان اللبن ديال البقر ماشي اللي كيتباع ديال الباكيات. لا ولكن الا بغاو يستعملوا الباكيات يقدروا يستعملوا الباكيات، غير هو خصو يبقى تخرجي واحد النهار ولا يومين ديري في شي كاس ولا شي حاجه باش يحماض شويه. عندي هنا الملحه، وعندي هنايا واحد نص حامضه عصرتها هنايا، نص حامضه ولا الخل ولا جوج معالق د الخل. دابا اللي ما عندوش فين يجيب اللبن ديال البلدي ديال البقر، عنده غير ديال الباكيات، واللي ما عندوش فين يجيبو صافي يدير غير هاد ديال الباكيات ويخلط معاه نص حامضه، خلط معاه نص حامضه، نص عصير د الحامض، نص عصير د الحامض ولا جوج معالق د الخل، ويخليه واحد مده واحد 6 السوايع ولا اكثر عادي يخدم به. بعض المرات ما تنديروش اللبن، تنديرو غير الماء والحامض صافي، باش كيعطيني طريقه اخرى. ان شاء الله المهم نجربوها وحده ان شاء الله الفيديو. ان شاء الله اللبن راه كاين، كيكون ما مشيت راه كاين. نبداو ان شاء الله. غادي ندير هاد الطحين كاين دابا اللي كان، دابا انا ما غاديش نديرو كله، غندير نص دابا ونص عاوتاني حتى غدا، لان ملي غادي ندير نص باش يخمر لي اليوم غدا، ملي ندوز عليها 24 ساعه كنعاود نزيدها شويه ديال الماء ونزيدها شويه ديال الطحين باش عاوتاني تخمر مره ثانيه. فهمتي؟ احنا نتبعوا ان شاء الله كاع المراحل. نتبعوا ان شاء الله المراحل. دابا بالنسبه لهنايا الخميره هذه كتاخذ حتى 6 ايام في حاله الا كانوا في شي منطقه اللي هي بارده بزاف. حتى 6 ايام عاد توجد، 5 ايام 4 ايام 5 ايام. بلاصه ديال بحال دابا مثلا الا كانت بلاصه ثلجيه، يعني بلاصه اللي كطيح فيها الثلج، الناس اللي في الخارج ناس هذا راه كتبقى حتى 6 ايام. بالنسبه للطقس العادي يعني كتبقى 3 ايام. بالنسبه لنا حنايا دائما تبارك الله كاين الصاد 24 ساعه راه كتوجد بسرعه حتى 24 ساعه. بسم الله نديرو اللبن. المهم حسب الجو، هما دابا حسب الجو. اييه بسم الله غادي ندير هذا اللبن كله. بسم الله نزيد شتي، وغادي نزيد شويه ديال الملحه، غادي نديرها كلها على حسب. انا ديما تنقيسها بيدي باش كنعرف شحال. غادي ندير هاد الحامض، نص حامضة، ماشي كتجي جارية لا؟ دابا هي هادي حيت الزرع تيشرب، غادي نزيد واحد الكاس د الماء، هدا نص كاس د الماء. غنزيدك؟ زيد لي دافي. عطيتك الماء؟ غادي نزيدو دافي. واخا عطينا غير نيت سالي ولا القوام اللي خصو يكون اللي يوصل ليه. ماشي ضروري يكون جاري ولا قاصح، كلشي على حسب. ماشي ضروري، احسن يكون جاري باش يخمر دغيا، هو من الاحسن. كاين اللي كيديروا قاصح كاع بحال الخبز، كاين كل واحد كيفاش، ولكن من الاحسن يكون جاري باش دغيا يخمر. هانتيا دابا هكا غنخليه حتى غدا، عاود ان شاء الله منين ندوز عليه 24 ساعه غادي نعاود نزيدو الطحين ونزيدو الماء. نفس الكميه؟ لا على حساب، شويه وصافي ماشي بزاف. يعني بحال دابا مثلا هما الا داروا قل من هاد 300 غرام داروا مثلا هذوك قل، الا داروا قل، الا بغاو يزيدوا المره الثانيه غيزيدوا نفس الكميه، نفس الكميه ديال الماء، نفس الكميه ديال الطحين، وياخذوا غير شويه منها ياك. غير اللبن لا صافي، اللبن ما تزيدوش، ما تبقى زيدي غير الماء والطحين. لا والطحين تمام. دابا انا تصبت عندي هذه
ان شاء الله غادي نديرو فيها بحال زمان. زمان كنا كنديرو فيها فهاد الشيء ديال الطين داك القله ديال الطحين ولا ديال الطين ولا دابا من السبت عندي هذه غادي نديرو فيها ياك حتى غدا من نعاود نزيدو طحين ونزيدو الماء يعاود يخمر نردو في الدجاجه باش يبان لكم مزيان بان يعني يخمر مزيان صافي غادي نديرو في هذه باش نيت هذه غنخبعها باش يجي هذا كيشد السخونيه تيسخن الطين معروف عليه كي اللي عنده اللي ما عندوش ماشي ضروري دابا راه يعني بزاف متفرش ولكن كاينين النساء اللي عندهم يستعملوها هذه تصابت عندي صافي استعملتها نيت لهذا الغرض اللي ما عندوش راه يديروا غير في شي قرعه اللي كتسد مزيان ولا في هذه نيت شي حاجه وتسد بسلوفان ان شاء الله دابا انا غادي ها هي انا غطيها انت شتيها كي دابا كي كتبان لك باش غدا تبان يبان لك الفرق شوفي كتبات فيها 24 ساعه يبان لك الفرق صافي يبان لك انا غادي نغطيها ندير لها منديل ونجيبو ماما غادي نديرو في هاد التقه ديال الغرض كومير وحميره بلديه وتني بعدا تنور جوج الحميره بلديه نعجنو بها ولا الكمير يلاه خرجت حتى هو شتي صراحه سخون سخون عندك عندك سخون شتي كي جا هذا الكومي اللي كان اللي كنا ديجا درنا في القناه درناه اللي كنصوبوا بنفس الطريقه حنا ما كنغيروش ما كنغيروش البسيط اللي كتكون مميزه بس نزولو كنزول لك والله لا كمل ها شتي لصقات لينا شتي كي جا يلا هذاك صح حنا ما كنبدلوش الطريقه اللي كتصدق زوينه ما كنشريوهش باش كيجي بحال داك اللي كيتباع قالت لك مالي كارسي وريلي انا وريتو لها تبارك الله المهم اللي بغى يشوف راه نخلي له ان شاء الله رابط غنصوب لكم بالخميره بلديه ان شاء الله ان شاء الله راه ما تصوبش لا نصوب كيتصوب به كان واحد الكومير كيجي تا هو به رائع ايوا ولكن انا نوي في الطريقه كيفاش غادي ان شاء الله نجمعها شكرا دابا انت شتي كيفاش كنغطيها هكا نغطيها مزيان دابا شويه الجو ماشي سخون بزاف هذا وكنخليها فشي بلاصه سخونه مازال نخليها فشي بلاصه سخونه باش تسخن مزيان صافي يكون 24 ساعه ان شاء الله نطلعوا عليها نشوفها فين وصلت وكذلك نزيدوا لها الخليط الثاني باش تقاد لينا مزيان باش تحمض مزيان ان شاء الله ان شاء الله المهم نرجع ان شاء الله يلا ان شاء الله يلا ماما نعم وصلت الخميره دابا نشوف ان شاء الله دابا دازت على 24 ساعه نشوف فين وصلت بسم الله ها هي شتي فين وصلت هانتيا راه خمرات ها هي شتي ها هي وجدات هي خمرات ولكن دابا في هاد المرحله الاولى باقي ما كنعجنوش بها هذه خصها تكون كون عارفينها اللي هما مهتمين بالامر ملي كنكون يلاه صوبناها هكا دابا ما غنعجنوش بها حتى نعاود نخمروها مره ثانيه فهمتي باش تخمر لنا الخبز اما دابا هكا راه ما غتخمروش دغيا دابا انت شتيها ها هي باش تبان لك مزيان ها هي خمرات شتيها ريحة ديال الخميرة عاطية منها من إيه غير حليتيها هذا ولكن دابا ما غاديش نخمروا بها الخبز حتى نعاوتاني نعاودوها بحال الا كان نعلفوها بحال الا كنربيوها دابا خص مرة أخرى مرة ولا جوج مرات ياك دابا بسم الله انت غادي نزيد هذاك الكاس ديال الماء شتي كاس هو دافي كاس العنبة دافي ما كتاخذيش منها شوية ما ناخذش دابا منها شويه حتى لا ما كتاخذيش منها شويه عاد تزيدو تخلي الاخرى لا لا ماشي دابا دابا حتى ملي نبغيو نعجنوا بها انا ناخذ منها شويه نخلي نزيدو عليها وشي اخر نعجنوا بها فهمتي دابا غادي نزيدو بها هذا الطحين اللي انا خليته ولا نص الكميه يعني تقريبا واحد 150 غرام دابا انا غادي نشوف فين واش غادي نعاودها مره ولا جوج دابا غادي نعاودها هذه المره وعاوت انا غنعاودها مره اخرى عاد نقدر نعجن بها هذه هي الخدمه اللي كتصدق 100% شتيها ها هي دابا غادي نخليها عاوتاني هنايا حتى عاوتاني واحد 10 سوايع ولا 20 ساعه ولا المهم حتى نشوفها خمرات نعاود نزيدها نعاود نخلطها مع هذا نعاود نخليها مره ثالثه ثلاثه المرات فهمتي عاد نقدر نعجنوا بها
صافي دابا ما نزيدو لا البله والو حتى شي حاجه. لا لا صافي البله كيكون غير النهار النوبه الاولى صافي غير النوبه الاولى دابا غير الماء غير بالماء تتسالي ديالنا في داك القريعة اللي هي ديال الدجاج باش تبان لينا مزيان. دابا منين غادي نديرو لها غدا عافين ان شاء الله غادي نزيدو هذا اللي بقى نعاود نخلطو عاود نديرو هنايا ديك الساعات غادي يبان لي كيخمر مزيان. ديك الساعات غادي ناخذو منه نعجنو منه نوريك الخبز اللي صوص به وش ياخذ نربيوها حتى حنا غادي نعاود نغطيوها بلاصه سخونه نغطيوها بواحد سميتو المصيص كيما غطيناها كيما غطيناها البارح شتي ها هي غادي نخليوها دابا حتى الغدا عاوتاني الغدا عاوتاني نعاود نعاودوها نزيدو هاد الكميه اللي بقات وكاس د الماء عاوتاني ان شاء الله. ها يلا بلاتي انا غادي نعاود نغطيها دابا هاد هاد القضيه ديال باش نعاودها ثلاثه المرات صافي حيت يلا غنبداو نربيوها اما ملي كتكون عندنا الخميره ديالنا بلديه شي حاجه راه غير كنعجنوا من هذيك الساعات وكنعاود نزيدوها الطحين والماء ونخليوها نربيوها صافي. اما دابا المرحله الاولى اللي عاد يلا غتبداي تصوبي فيها هي المرحله اللي غتصوبي فيها الخميره البلديه صافي. هنايا الصعوبه كتكون غير في الاول ولكن من بعد راه كتكون عندك موجوده صافي تتبقى عندك موجوده وكتقدر تعطيها حتى للجيران وتعطيها لصحاباتك تعطي منهم شويه صافي كما كيبقاو يزيدوا عليها بنفس الطريقه صافي كتبقى كتبقى كيحيدوا منها غير اللي غيعجنوا بها صافي ويعاودوا يصوبوا الثانيه ولا ضاعت لك عاد ما بقاتش عندك ولا سميتو كتعاود تطب بها بحال هكا صافي هي ما كتخليهاش تضيع باش ديما تبقى عندك باش تعجني انا كتعرف هاد صاحبتي في العروبيه كتجي عندي مسكينه قالت لي كتجيب عند الجيران كلشي كيعطي هادشي داك كتبقى الدور الدور كلشي كيعطي هادشي يلا انا نخبعها عاوتاني فواحد البلاصه سخونه تبدا ان شاء الله ان شاء الله صافي دابا اليوم الثاني دابا اليوم الثاني اليوم الثالث وقيلا ياك دابا صوبنا النهار الاول عاوتاني زدنا لها النهار الثاني دابا غنزيدو لها الثالث هادي هي باش تخم باش نعجنو بها ان شاء الله نشوفوها ها هي شتي خمرات دابا هادي دابا ما جلستش 24 ساعه غير صوبتها غير بارح في الليل ها هي شتي خمرات خمرات من داك الشرف دابا غادي نزيدها مازال هاد النهار صافي حتى الغدا عاوتاني صافي ولكن قلتي لنا غديريه في القرعه دابا غنديرها في القرعه باش تبان لكم طالعه حيت هنا ما تتبانش ديريها دابا غنديرها دابا مرات دابا هادي هي الاخرى هذه هي الطريحه الاخرى دابا ما غنديرش الطحين غادي بغيت نقول لك ما نديرش الماء الماء غنشوف دابا غادي نزيد هذاك الطحين اللي بقى لي شوفوا نحركها مزيان مزيان بحال هكا ضروري الماء لا 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 صافي دابا هذه المره الثالثه ما تنزيدوش الماء باش تشد فراسها باش تجي شويه قاصحه اللي بغا ما بغاش اللي بغا يزيد الماء يزيد الماء ماشي ضروري ماشي شرط ماشي شرط باش دابا غير باش تطلع لك باش تشوفيها انت شتي نحركها مزيان نديرها لك في القرعه صافي نخليها حتى نخليها عاوتاني واحد 12 ساعه نفس الشيء هما الا ما داروهاش في ديال الثاني يديروها في القرعه ولا حتى هي في الملايه ولا شي حاجه صعيب تكون ما تكونش في البلاستيك ضروري القرعه ولا هكا الطين حتى انا طاحت لي واحد الفكره حتى في الطاجين شتي نقدر في الاول نديرها في الطاجين النهار الاول باش تطلع لي دغيا ونغطيها مزيان الطاجين خصو تكون بلاصه اللي غيهزها اللي يهز الطاجين باش يتغطى مزيان خصك تغطي ضروري يتغطى صافي دابا هذا الطين تيساعدنا باش كيعطيها السخونيه كتسخن وكتجي مزيان معروف هادي كيسخن انا فين كان كيديروا نيت زمان دابا انا غادي نديرها في نديرها في واحد الدجاجه كتسد ونخليها ان شاء الله ديريها دابا في الدجاجه نديرها هنايا باش تبان لك باش تبان لك طالعه وتبان لك مزيان ما غتبانش انا غادي ونيت هنا غنخليها ان شاء الله نبقى ناخذ منها ونزيد فيها نجيب واحد المعلقه دابا ان شاء الله غير تخمر لينا مازال هاد المره صافي تصلح لي نبداو نعجنوا بها انا كيما قلت لك حتى دابا يقدو ياخذوا منها الا خمرات الاربع فروع داز على 24 ساعه يقدو يهزوا منها شويه انا دابا هذه الخدمه اللي تنديروا تتسلق 100% تنربيها ثلاثه المرات كنعاودها وعاد تنبدا نعجن بها الا كنت غير يلاه صورتيها النهار الاول كتنجح 100% كيخمر الخبز يعني ديروا المضمون يخليوها تسخن مزيان كانت ثلاثه المرات تزيدي الطحين المره الاولى المره الثانيه المهم ثلاث مرات
صافي ديك الساعات كتضمنيها بان تتخمر لك الخبز 100% صافي ان شاء الله ان شاء الله. شتيها انا درتها كده في هذه الدجاجه غنبقى هنايا عاوتاني واحد 10 سوايع حتى 12 ساعه صافي يعني تنعاود نهار الاخر ديالها نوريها لك ان شاء الله تشوفيها صافي. دابا ان شاء الله الا خمرات غادي الا حمر الا طلعت لينا صافي غادي نعرف بان صافي خصنا نعجنوا بها حتى هكا غنغطيها غطيها حتى هي بواحد المنديل ونخليها واخا هذيك راه كتسد مزيان ما كيدخلش الهواء ولكن الحراره كتعاون هاد الايامات راه الحال سخون راه غير خمرات لينا ما هي الا كان الحال بارد راه كتطلع غير شويه 24 ساعه عاوتاني 24 دابا ملي شفنا الحال سخن هاد اليومين سخن الحال خمرات لينا دغيا انا كاع ما كاملاش 24 ساعه وريتها لكم هزتها عاوتاني الطحين دابا عاوتاني ما غاتكملش 24 ساعه ونوريها لك ان شاء الله صافي دابا توجد ونوريها لهم صافي نقول لهم داك الساعه هي صالحه للخبز واكيد تصوبي لنا بها هي ما وصلاش النص دابا هو هذا هو النص راه شفناها قربت لهم حتى شافوها ما وصلاش النص شتيها غتعجني لنا بها ياك غنعجنو بها ان شاء الله ضروري يلاه فين وصلت الخميره ديالنا الخميره ديالنا هذه اليوم 3 ايام اليوم 3 ايام عاد تلقات مع هذا الجو سخون راه دغيا وجدات كاين واحد الموجه حراريه هاد اليامات جات بصالحها نشوفوها بعدا نشوفوها قبل ما تبدا الخميره ديالنا شتي فين وصلت هاد النهار كاع ما غطيتها سخون الحال شتيها راه وصلت النص البارح ما كانتش واصله النص دابا وصلت النص وخمره يعني صافي دابا صالحه للعجينه دابا حنا انا قلتها شحال مره دابا هاد الخميره الا بغيتي تربيها ماشي غير تصوبيها النهار الاول ولا غد ليها تشوفيها خمرات وتعجني بها خاصك بحال الا كتربيها ثلاثه المرات ثلاث ايام باش كتصدق باش كتصدق دابا النهار الاول كتخلطيها مع اللبن كما قلت لك خلطتها مع اللبن النهار الثاني زدتها طحين نهار الثالث زدتها طحين عاوتاني باش كان بحال الا كنربيها نهار الثالث هي فاش غنعجن دابا تبي كتكون واجده دابا صافي واجده غادي دابا نعجن بها ان شاء الله ونسنج لكم بها الخبز تشوفوا دابا واحد الحاجه مهمه اكيد غيسولنا عليها السيدات شحال الكميه اللي كديري في شحال العبار ديال الطحين واخا دابا عندي هنا شعرفوا تا شحال غادي يديروا شويه واش كنحيد الخميره العاديه ديال اللي كنستعملوا حنا كنديروا منها غير شويه واحد المعلقه هكاك حتى هي على حسب الجو الا كان الحال بارد تديري غير شويه تديري غير جوج معالق العكس لا الا كان الحال سخون باش تسكر بغيت نقول لك الا كان الحال سخون تديري غير جوج معالق كبار يعني في كيلو ديال الطحين مخلط اللي بغا كاين كيخلطو كاين كيدير غير الزرع هذا ما درتش غير نص كيلو ان شاء الله ان شاء الله ناخذ منها دابا حليه ناخذ منها وغادي نعجن منها بسم الله عندك نتي ما كتفرقعش لا والله كتفرقع شتيها هاي شتيها هاي بانت ليا هاي شتيها شفنا في الاول صافي عطينا غير الكميه دابا اللي غتاخذي منها وصافي واخا نشوفوك بسم الله غنصوبك لك حيت مصوبه غير بالزهر ناخذ دابا معلقه حيت دايره غير نص كيلو ديروا معلقه كبيره عامره وهذا غادي نعاود نزيد فيها شويه ديال الطحين نزيد فيها واحد نص كاس ديال الطحين ياك صافي ونعاود نغطيها ونخلطها مزيان صافي ونعاود نخليها كل نهار كناخذ منها وكنزيد فيها كناخذ شويه ديال العجنه اللي غادي نحتاجها شويه الخمر اللي غنحتاج ونعاود نزيد فيها ضروري تزيدي فيها حتى اللي ما زدتيش فيها غتحمرض بزاف دابا حنا دابا نعمروا داك هذيك الدجاجه حتى الفوق باش نصوبوا بها شحال من حاجه حنا بغينا نديروا بها البغرير بغينا نديروا بها شحال من حاجه اللي كتصوب الخمر البلديه بزاف د الحوايج صوبيونا ان شاء الله ان شاء الله يلا بسم الله انا غادي نعجن دابا ان شاء الله ونرد عليك الاخبار منين يوجد ويطيب نشوفوه ان شاء الله نشوف حتى شحال دزت هذا دابا هي كتكون بارده الماء كيكون شويه دافي اكثر من 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 هذا حيت كتكون هذه العجينه بارده كتكون يعني بارده. شويه الماء يكون شويه دافي اكثر من كيما كنعجنوا به باش يسخن لينا هذه العجينه فهمتي شتي نسخن
حتى كنسخن داك العجينه كلها تسخن بهذيك الماء حتى نبدا نخلط. درتي مليحه مسائل. هي الملحه ديالي اللي غندير حتى في الثانيه لان غادي ندلكو. يلا ان شاء الله نرد عليك ان شاء الله. تعطي الخبزه ولا بينا؟ اه لا باش تعطيو تعشينا بيكم. هذا الشيء اللي كان دابا الخميره اللي حنا قلنا ربيناها طلعت عاوتاني ثلاث ايام غير ملي عجنت لدابا هي طلعت حيت عجنت قبيله. هي ثلاث ايام وهي كنربيو فيها نهار ثلاث ايام عجنا بها هاد الخبزه صوبتيها بها؟ صوبتها بها هي باش شوفيها هذا صوبنا به تعشينا بها باش تيجا عندك الشرف يعني. كاش تعاد المذاق ديالك يجا بيد هذا فيه الزرع بوحديتو كلزي الزرع بوحديتو مخلط ما والو ما والو ملي بغا يخلطو كي انا خلطت من مع شويه باش تجي هكا طالعه تجي من فوقها دابا كل واحد كيفاش اللي بغاه يخلطو راه سيخلطو غنقطع لك هذه تشوفيها هذا دابا باش كنخلط انت نوريك ملي كنعجنو بها البلدي كيما كنعجنو القاعده كيما كنعجنو القاعده ما نسيتي يعني درت له غير شويه ديال الفرص باش كيجي من الفوق هذا دابا الا بغيتي يجيك من الفوق مزيان تزيدي معاه نص فرص شويه ديال الفرص والزرع كتخلطيهم اه بغيتي يجيك هكا كبلدي ما فيه ما يجيش من الفوق بزاف تديري العادي اللي حنا كنصوبو غير الزرع ها انا ان شاء الله غادي نصوب لك عرفتي كيفاش جاب اللدة اللد منو ما كان باش تكي جا لذيد انا غنصوب لك ان شاء الله بسميتو بالطحين ديال الشعير ان شاء الله الزرع والشعير غنخلطهم وغنصوب لك فيه واحد الشيوه زوينه هكا كانوا كيصوبوا زمان وصوبينا به ان شاء الله ولا تقرين بحال البغرير بحال الحوايج اللي كتجمع بزاف ان شاء الله دابا المهم حنا اللي ركزنا عليه هو الخميره ديالنا هي وجدت ثلاث ايام عاد تنعجنوا بها النهار الاول كنربيوها النهار الثاني كما تبعتوا معايا في الفيديو غادي ان شاء الله تصدق لكم 100% ان شاء الله يلا ان شاء الله يلا الله يعاونك فرصه اخرى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وصلنا لنهاية الحلقة كنتمنى تكون نالت إعجابكم ما تنساو تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء